السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس تبوك النموذجية الأهلية، أهلا ومرحبا بكم. معكم الأستاذ منتصر هشام معلم الرياضيات. اليوم هنحل الاختبار التراكمي من الفصول السابع لغاية الـ11. أول سؤال معانا، اختار الإجابة الصحيحة. إذا كان مع بندر 3 ورقات نقدية من فئة 10 ريالات، و3 أوراق من فئة 5 ريالات، و3 قطع من فئة الريال، فكم ريالا مع بندر؟ تعال نشوف السؤال ده مع بعض كده. أول حاجة، بندر معاه 3 ورقات من فئة الـ10 ريالات، يبقى هو معاه 3 ورقات، كل ورقة منهم يا أبطال بـ10، بين 10 وهنا 10 وهنا 10، يبقى معاه كام يا أبطال؟ 30 ريال. و3 أوراق من فئة الـ5 ريالات، 3 أوراق من فئة الـ5 ريالات، يبقى إذا معاه 3 ورقات، 5 و5 و5، يعني كل ورقة بتساوي 5 ريالات، ومعاه 3 قطع من فئة الريال، 3 قطع من فئة الريال، يعني معاه ريال وريال وريال، يبقى معاه هنا كام يا أبطال؟ 3 ريالات، وهنا كام يا أبطال؟ 15 ريال. ممتاز. عايزين بقى نحسب اللي مع بندر. بندر معاه كام؟ 30 و15. طب انا مش عارف اجمع، ادي 30 و5 35، وخمسة 40، وخمسة 45، وتلاتة يبقى 48. دي الاجابة الصحيحة يا ابطال. ننتقل للسؤال الثاني. اكتب العدد 5 زائد 20 زائد 300. طبعا ده مكتوب بالصيغة الممتدة اللي هي مجموع، وكل رقم يتكتب بالقيمة المنزلية بتاعته اللي هو الاصفار. عايزين نكتب العدد، قلنا نبدأ بأكبر حاجة 300. علمتك أنا حاجة، 25، يبقى 300 25، ودي هي الإجابة الصحيحة يا أبطال. ننتقل للسؤال الثالث. سؤال جميل جدا. اكتب الكسر الدال على الاجزاء المظللة. اول حاجة، مدام عايز كسر نكتب شرطة كسر كده، نكتب فوق عدد الاجزاء الصغيرة اللي هي المظللة. نشوف، ادي 1 2 3، فوق يا ابطال 3. تحت نكتب عدد المثلثات كلها او عدد الاشكال كلها، نعدهم كلهم بقى، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى الإجابة الصحيحة 3 على 8. في ملحوظة دايما بلاقيها مع بعض الطلاب، إن هو يجي يكتب كده 3 ويكتب له تحت 5، الـ5 دي اللي هي عدد المربعات البيضاء، وده طبعا إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة اللي هي 3 على 8. دايما فوق تكتب الأجزاء الصغيرة المظللة، وتحت تكتب العدد كلي، كل الحاجات اللي عندي. تمام، ممتاز يا بطاط. ننتقل إلى السؤال الرابع. يوجد في إحدى المكتبات 387 كتابا دينيا، ما الرقم الدال على منزلة العشرات في العدد الذي يمثل عدد الكتب الدينية؟ 3 7 8 10. هنا يا أبطال عايزين نعرف العدد اللي بيدل على مكان العشرات. العدد ده أهو 387، 387. طبعا ديت بنسميها حاد، ودي طبعا عشرات، ودي طبعا يا أبطال مئات. يبقى احنا عايزين عشرات اللي هي مين؟ 8. يبقى 8 هي الإجابة الصحيحة يا أبطال. السؤال الخامس، سؤال جميل جدا. ما عدد أضلاع المستطيل؟ 1 2 3 4. طبعا انا عندي المستطيل ده من الاشكال الرباعية، يبقى رباعية يعني فيها كام؟ 4.
طيب انا مش عارف احصل الاضلاع، اشوف الرؤوس ادي راس اتنين تلاتة اربعة، ونشوف الاضلاع ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى الاجابة الصحيحة هي اربع اضلاع يا ابطال. ننتقل للسؤال السادس، ما اسم هذا المجسم؟ ايه المجسم ده؟ اسطوانة، مخروط، هرم، مسدس. طبعا من الشكل الواضح ده يا ابطال بسكوت الايس كريم على شكل ايه؟ مخروط، ودي الاجابة الصحيحة يا ابطال. ممتاز. ننتقل الى السؤال السابع، سؤال فيه فكرة ذكية جدا، بيقول لك طول القلم 4 مكعبات، اهو دي 1 2 3 4، كم مشبكا يساوي طول هذا القلم تقريبا؟ انا شايف المشبك ده شايل مربعين، او المشبك ده بيساوي كام مكعبين، يبقى لو رسمت مشبك هنا مش يشيل مكعبين كمان، يبقى طول القلم يساوي 4 مكعبات، وكم مشبك؟ 2، محتاج كام مشبك؟ 2 تقريبا، وهذا ينص طول القلم. ننتقل للسؤال الثامن، كم سنتيمترا تقريبا طول الدباسة؟ طيب في البداية 2 4 8 50، طبعا دي دباسة يستحيل تكون 50 سنتي، هذه إجابة خاطئة. 50 سنتي عايز طول شيء كبير خالص، ما ينفعش. والاتنين إجابة خاطئة أيضا، لأنه عايز الاتنين دي تقول على شيء صغير جدا، يبقى قدام 4 وقدامي 8. طبعا لو أنت من خلال فهمك أو خلال نظرتك للدباسة هتلاقي طولها 8 سنتيمتر تقريبا، طبعا هذه إجابة خاطئة، يبقى هذه الإجابة الصحيحة. السؤال التاسع، كم وحدة مربعة مظللة في الشكل الآتي؟ عايزين عدد المربعات المظللة، 1 2 3 4. طبعا السؤال ده احنا حلينا سؤال شبهه في الفيديوهات اللي موجودة على القناة بتاعتنا، وإن شاء الله تكونوا تحبون الرياضيات كثيرا، وسؤال مهم جدا. تعال نشوف المربعات، ده كده مربع، يبقى ده كده مربع أولاني. طيب المثلث ده مع المثلث ده يكون مربع، يبقى ده كده رقم 2، وده مربع رقم 1، دول 4 مثلثات، يبقى المثلثين دول يكونوا مثلث مثل هذا، يبقى المثلثين دول يكونوا مثلث مثل هذا، أو لو خدت المثلث ده وزعته هنا وهنا هيكمل المربع، يبقى الجزء ده والجزء ده والجزء ده يكونوا مربع رقم 3. بإذن الإجابة كام يا أبطال؟ 3 مربعات. ننتقل إلى السؤال رقم 10، كم وحدة مربعة مساحة الشكل؟ يعني عايز عدد مربعات، يا ترى 2 5 4 8. تعال نشوف نعد مربعات، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا كام يا أبطال؟ 8 وحدات مربعة. السؤال رقم 11، سؤال ذكي جدا وعايز طالب متميز، طول مسطرة ساعات 30 سنتيمترا وطول مقعدها 90 سنتيمترا، فكم مسطرة كمسطرة ساعات تساوي طول مقعدها؟ ايش هذا السؤال يا استاذ؟ والله ما بفهم هذا، ايش دخل المسطرة في ساعات في المقعد في السنتيمتر؟ موضوع كبير يا استاذ. طيب هقول لك ركز بقى كده في السؤال ده، هو بيقول لك طول مسطرة ساعات 30 سنتي، يبقى لو ساعات معاها مسطرة واحدة هيبقى طولها كام؟ 30 سنتي. طيب طول المقعد 90، هو هنا بيستخدم المسطرة كوحدة طول غير قياسية، عاوز يقيس طول المقعد باستخدام المسطرة. طب لو عنده مسطرة واحدة يبقى طولها كام؟ 30. طب لو معايا مسطرتين يبقى المسطرتين بكام؟ ممتاز، 60 سنتي. طب لو معايا 3 مساطر؟ ممتاز يا أبطال، 90.
كام يا ابطال ممتازين؟ 3 مساطر. يبقى معايا 90 سنتي، يبقى وصلت الرقم اللي انا عايزه. يبقى طول المقعد يساوي كام؟ 3 مساطر، ودي هي الإجابة الصحيحة يا أبطال. ننتقل للسؤال الثاني عشر، والسؤال هو السؤال الأخير. ما طول القلم الأقرب سنتيمتر؟ طول القلم ده يا أبطال على حسب المسطرة اللي قدامي، بدأت من عند الصفر وعد لغاية ما أوصل للرقم اللي وصلت له الآخر هو 5، يبقى طول القلم 5 سنتيمترات. وبكده يا أبطال يكون انتهينا من شرح اختبار اليوم، وإلى اللقاء في دروس أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.